لا يزال الحزن يخيم على مطار أمستردام الدولي، حيث أقلعت الطائرة الماليزية التي تحطمت فوق الأراضي الأوكرانية. باقات من الورود وضعت من أمام المدخل الرئيسي للمطار تراحما على أرواح الضحايا. رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا وخلال مؤتمر صحفي أكد أن أول طائرة محملة بجثث الضحايا ستصل الأربعاء إلى إندهوفن جنوب هولندا. هذا وكانت الطائرة الماليزية قد تحطمت في دونيتسك بأوكرانيا، وعلى متنها 298 راكبا بينهم 193 هولنديا.